السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا الأعزاء، طلبة وطالبات الصف الثالث قسم تركيبات ومعدات كهربية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومادة جديدة من مواد قسم التركيبات الكهربية ومادة التخطيط. مادة التخطيط وإدارة الإنتاج دي مادة إحنا بندرسها بحيث إن إحنا نتمكن أو بعد دراستها يكون عندي الملكة إن أنا أقدر أحسب تكاليف كاملة لأي منشأة لأي مشروع، أعمل مقايسة كاملة لأي عملية أو عملية فنية أنا هعملها، سواء صيانة سواء إنتاج منتج معين، بقدر من خلالها أني أنا أقدر أعمل الكلام ده كله اللي هي المقايسة وحساب التكاليف وتكاليف نهائية كمان. مادة التخطيط إحنا بنبدأ مع بعض فيها بالباب الخامس وبعديه الباب السادس، مادة ما بتقلش أهمية عن أي مادة، عن مادة الآلات، مادة الرسم اللي هي إحنا بنقول دول المواد التقيلة أو مادة التركيبات دي ما بتقلش أهمية عنها، مادة مهمة في تخصصنا. مادة التخطيط إحنا بنبدأ مع بعض بالباب الخامس، باب التكاليف، ومن خلاله بنعرف أنواع التكاليف وإيه هي، إيه هي التكاليف، إيه هي المصروفات اللي بتتصرف على المنتج، أنواع التكاليف إيه، بقدر من خلاله أحسب تكلفة نهائية لإنتاج منتج معين. ونبدأ مع بعض كده نشوف إيه هي التكاليف. أول حاجة عندنا إحنا بنقول التكاليف هي كل المصروفات، علشان نيجي نعرف التكاليف الأول، لما باجي أنتج منتج بيبقى عندي مجموعة من المصروفات أنا بصرفها على المنتج، سواء أجور عمال، سواء أجر مصنع لو أنا مأجر المصنع بتاعي، الحراسة اللي على المصنع، النقل المنتج من مكان تصنيعه لمكان تصديره أو مكان بيعه، وكمان بقدر من خلال التكاليف أو المصروفات، مجموعة المصروفات، الخامات اللي أنا اشتريتها علشان أقدر أصنع المنتج ده. فبالتالي تعريف التكاليف هو إيه؟ هو مجموع المصروفات التي تنتج أو تنفق في سبيل إنتاج منتج معين بصورة مباشرة أو بغير مباشرة. تاني، يبقى التكاليف هي ايه؟ مجموع المصروفات التي تنفق في سبيل انتاج منتج معين بصورة مباشرة او غير مباشرة، يعني سواء المصروفات دي اشتريت بها الخامة، حسبت العامل او اديت العامل اجره في انتاج المنتج ده، دي كده مصروفات مباشرة. مصروفات غير مباشرة اللي هي بقى ايه؟ الناس الاداريين اللي موجودين في المصنع، الحراسة، الامن اللي موجود على المصنع، نقل المنتج من المصنع مثلا للميناء لمكان التصدير او للمخازن للاسواق، الكلام ده كله دي كده مصروفات غير مباشره. تعالوا نشوف مع بعض كده، بما اننا عرفنا التكاليف نشوف عناصر التكاليف. عناصر التكاليف بالنسبه لي احنا قلنا دلوقتي ان انا بشتري خامات، تمام؟ فيبقى رقم واحد عندي الخامات، رقم اتنين عندي اجور عمال، رقم اتنين اجور العمال، لان احنا قلنا من ضمن التكاليف قلنا هي كل المصروفات اللي بتصرف على مين؟ على المنتج او في سبيل انتاج المنتج. يبقى كل الكلام ده انا اشتريت خامات واشتريت يعني اشتريت الخامات وحسبت العمال كمان، يبقى رقم واحد خامات ومصروفات اللي هي اجور العمال. حاجة تالتة بعد كده عندي اهلاك معدات استثمارية. اهلاك المعدات الاستثمارية ده بيخش تحت بند الماكينات والمعدات اللي هي عمرها الافتراضي انتهى، خرجت من الخدمة أثناء التشغيل أثناء العمل، الكلام ده كله. عندي بعد كده تكاليف صناعية اللي هي المصروفات الصناعية، كمان عندي تكاليف إدارية اللي هي المصروفات الإدارية اللي هي أجور الموظفين الإداريين، الدعاية والإعلان، الكلام اللي هو إيه، حاجات تخدم المنتج لكن هي مش مشتركين بصورة مباشرة في إنتاج المنتج نفسه، تمام؟ طيب في تاني انواع التكاليف. انواع التكاليف عندي بينقسم الى نوعين، تكاليف عندي بتنقسم الى تكاليف مباشره وتكاليف غير مباشره، تكاليف مباشره وتكاليف غير مباشره. طيب ايه هي التكاليف المباشره؟ قال لي ان التكاليف المباشره هي المصروفات التي تصرف او اللي بتتصرف في سبيل انتاج المنتج بصوره مباشره. التكاليف المباشره هي المصروفات اللي بتنفق في انتاج المنتج بصوره مباشره، تمام؟ اجور عمال، ثمن الخامات مثلا، دول اهم، دول اللي هم داخلين في انتاج المنتج بصوره مباشره. عندي بعد كده التكاليف الغير مباشره هي ايه؟ اجمالي المصاريف العامه او الاضافيه. المصاريف العامه او الاضافيه زي ايه بقى؟ عندي فاتوره الكهرباء للمصنع، فاتوره الميه للمصنع،
عندي كمان الموظفين الإداريين، الحراسات، النقل، نقل المنتج من مكان لمكان، من مكان إنتاجه لمكان البيع أو مكان تصديره أو المخازن عامة. طيب بعد كده كمان عندي التكاليف الثابتة. التكاليف الثابتة هنا أو التكاليف الثابتة والمتغيرة، دول حاجتين لازم نبقى فاهمين قوي إيه هما التكاليف الثابتة وإيه هي التكاليف المتغيرة. التكاليف الثابتة دي تكاليف ثابتة ما بتتغيرش مهما تغيرت كمية الإنتاج. التكاليف الثابتة ما بتتغيرش مهما تغيرت تكاليف الإنتاج، تمام؟ طب والتكاليف المتغيرة؟ التكاليف المتغيرة دي بقى بنقول عليها تكاليف مرنة، يعني بتتغير كده بتغير كمية الإنتاج، تمام؟ تعالوا نشوف كده مع بعض إيه هما النوعين، التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة. قال لي إن أنت عندك نوعين، تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة. دي معناها التكاليف الثابتة معناها إن دي تكاليف غير مرنة، وقلنا غير مرنة يعني ما بتتغيرش بتغير كمية الإنتاج، تمام؟ غير مرنة يعني لا تتغير بتغير كمية الإنتاج. زي إيه طيب؟ زي يعني الخامات اللي أنا اشتريتها، تمام؟ الأجور العمال دي تكاليف ثابتة ما بتتغيرش، لأنه أنا ممكن أشتري المنتج، بشتري مثلا كمية معينة من السلك النحاس أو الملف السلك اللي هستخدمه في تصنيع محولات، وانا عارف انه كميه الانتاج اللي عندي هتبقى بنتج 500 محول في الشهر. ال 500 محول انا اشتريت له كل شهر بشتري النحاس او السلك النحاس، بشتري الكميه اللي تخدم ال 500 محول، تمام؟ فما اتغيرتش. عندي 30 عامل، ال 30 عامل اجورهم معروفه فبدفعها كل شهر، صح كده؟ التأمينات، التأمينات معروفة، عندي 30 عامل هدفع تأمينات على 30 عامل. الضرائب بنتج 500 أو حسب الضرائب حسب كمية الإنتاج، فالضرائب بتبقى مبلغ ثابت برضه، تمام؟ يبقى دي كده التكاليف الثابتة، وقلنا هي تكاليف غير مرنة ما بتتغيرش مهما تغير كمية الإنتاج، تمام؟ طيب تعال نشوف مع بعض كده برضو التكاليف المتغيرة. التكاليف المتغيرة دي يا مستر حضرتك قلت لنا غير دي يعني تكاليف غير الثابتة اللي هي ايه؟ تكاليف مرنة بتتغير كده، يعني راحة جاية معايا كده بتغير الايه؟ المنتج او بتغير كمية الانتاج. طيب يبقى هي جميع المصروفات التي تتغير بتغير كمية الانتاج، زي ايه؟ خامات الانتاج، ثمن القوى المحركة، الكهرباء، لأن أنا ممكن فاتورة الكهرباء ممكن بتتغير لأنه ممكن ما اشتغلش طول الشهر، تمام؟ ممكن طول الشهر ده حصل عندي دروب في الماكينات، حصل عندي أي سبب حصل لتوقف الإنتاج، ففاتورة الكهرباء مش هتبقى زي الشهر اللي قبله اللي أنا كنت شغال فيه طول الشهر كان شغل، تمام؟ يبقى فاتورة الكهرباء دي يعني بتتغير بتغير كمية الإنتاج. أنتجت كتير فالكهرباء كانت استهلكت كهرباء كتير، الانتاج ما طلعش على طول الشهر او بكامل الشهر، فبالتالي فاتورة الكهرباء كانت قليلة لانه الماكينات ما اشتغلتش كتير، فبالتالي فاتورة الكهرباء كانت قليلة، فبالتالي فاتورة المية كانت قليلة، الغاز الطبيعي لو في المصنع فبالتالي كان فاتورة الغاز الطبيعي كانت قليلة برضه. طيب بس دول احنا بنقول هم بيتغيروا حسب كمية الانتاج، يعني في الاخر بيقول لك ايه؟ والغاز الطبيعي المستخدم في التشغيل حسب نشاط المنشأة، ان كانك شغال بغاز طبيعي او شغال بالكهرباء او يعني باي وسيلة لتدوير المصنع بتاعك، تمام؟ طيب بعد كده عندي حاجة مهمة قوي، ازاي احسب التكاليف الغير مباشرة؟ ازاي احسب التكاليف الغير مباشرة؟ التكاليف الغير مباشرة دي علشان احسبها لازم ابقى عارف ان هي بتحسب كنسبة من عدة حاجات او من حاجتين ثلاثة كده نقولهم مع بعض. ايه هما؟ قال لي ان التكاليف الغير مباشرة او اللي هي المصاريف الغير مباشرة دي دايما بيجي في المقايسة كده تلاقيه يقول لك ايه؟ تلاقيه يقول لك ان هي نسبة من التكاليف الاولية، ودايما يقول لك يا 50% يا 100%، تمام؟ يعني في المقايسة غالبا هتلاقيه يقول لك انه وعلما بان المصاريف الغير مباشرة
تحسب كنسبة 55% أو 100% من مين؟ من التكاليف الأولية. يعني ممكن المصاريف المباشرة تبقى نسبة من مين؟ من التكاليف الأولية. طيب إيه الحاجة التانية أو إيه النسبة التانية اللي ممكن تكون منها المصاريف الغير مباشرة؟ قال لي إنه كمان تبقى نسبة من أجور العمال، بس دي دايما تبقى واخد بالك إنه لما تبقى المصاريف المباشرة الغير مباشرة نسبة من أجور العمال، دي دايما بتبقى بنسبة 100% إلى 150% من أجور العمال، تمام؟ وكمان ممكن أحسبها من زمن العملية، زمن عملية التشغيل، تمام؟ أو على أساس زمن عملية التشغيل كلها بقدر أحسب المصاريف الغير مباشرة. أحسبها إزاي؟ زمن دورة التشغيل في أجر الماكينة، تمام؟ زمن دورة التشغيل في أجر الماكينة في الساعة. طيب ده كده كنا بنشوف المصاريف الغير مباشرة أقدر أحسبها إزاي، تمام؟ طيب بعد كده عندي في مخطط هنعمله مع بعض يوريني ازاي احسب القوانين اللي ممكن تخدم عملية التكاليف او حساب التكاليف ازاي. احنا قلنا من شوية انه اجور العمال والخامات المباشرة دي تكاليف اولية، صح؟ تعال نبص كده على الشاشة بتاعتنا ونشوف. لقينا انه المخطط بيقول لي لو جمعنا الخامات المباشرة مع الاجور المباشرة هيديني ده مجموعهم بيساوي التكاليف الاولية، تمام؟ طيب لو قلنا التكاليف الاولية دي لو جمعناها مع المصروفات الصناعية يقوم يديني تكلفة المصنع. يعني تكلفة المصنع تساوي ايه؟ وده هنشوفها في قوانين مجمعة دلوقتي في الشريحة اللي بعدها. يعني احنا المخطط ده هنطلع منه مجموعة قوانين اقدر اشتغل من خلالها واحل مقايسة كاملة او احدد التكاليف بتاعتي كلها. هنا لقينا ان تكلفة المصنع بتقول انها تساوي مصروفات صناعية زائد التكاليف الاولية. طيب اللي بعد كده تكلفة الانتاج. تكلفة الانتاج دي بتساوي ايه؟ هاخد تكلفة المصنع احسب عليها المصروفات الادارية تقوم تديني تكلفة الانتاج كلها، تمام كده؟ تمام. لو خدنا تكلفة الانتاج وضفنا عليها المصروفات البيعية اللي انا المصروفات اللي بتدفع في سبيل بيع ونقل المنتج ده، هتلاقينا بنتكلم في التكلفة الكلية اللي هو التكلفة الكلية اللي انا صرفتها على انتاج المنتج ده، من اول اجور عمال، شراء خامات، مصروفات عامة، مصروفات ادارية، ومصروفات بيعية كمان، تمام كده؟ طيب لو حطينا، انت بقى عايز تحسب الربح بتاعك، فالربح بتاعك زائد التكلفة الكلية يقول لي تكلفة المصنع او تكلفة البيع من المصنع. ولان دايما تكلفة البيع من المصنع دايما بتبقى اقل من تكلفة البيع في السوق، والفرق بيبقى اللي هي بتسمى الضريبة، ضريبة المبيعات اللي هي دايما بتبقى 10%. فلو ضفنا على سعر بيع المصنع ضريبة المبيعات اللي هي 10%، هتلاقينا بنقول ان ده سعر البيع للجمهور. ودايما لما بتروح تشتري المنتج من المنشأة او من المصنع او من مكان انتاجه، فدايما بتاخده بسعر اقل من سعر السوق، لان في سعر السوق هو في ضريبة 10% مضافة على مين؟ على سعر بيع او سعر المصنع نفسه، فبالتالي ده اسمه سعر بيع الجمهور. تعالى من المخطط ده احنا عايزين نطلع بقى القوانين اللي انا اقدر احل بيها المقايسات اللي انا اقدر يعني اقدر من خلالها احسب التكاليف. طيب لو بصينا على مجموعة القوانين اللي قدامنا دي هنلاقي انه بيقول لي من المخطط اللي احنا عملناه كانت التكاليف الاولية هي عبارة عن ايه؟ برافو عليكم اللي خد باله من المخطط، هيقول على طول ان هي ثمن الخامات زائد اجور العمال، تمام؟ يبقى التكاليف الاولية هي ايه؟ ثمن الخامات اللي اشتريتها زائد اجور العمال. طيب الحاجة اللي بعد كده كان عندي برضو تكلفة المصنع. تكلفة المصنع دي كانت ايه؟ تكاليف اولية زائد المصروفات الصناعية، صح كده؟ تكلفة المصنع كانت عبارة عن التكاليف الأولية اللي أنا حسبتها من أجور العمال وثمن الخامات، لو جمعتها التكاليف الأولية دي مع المصروفات العامة أو المصروفات العامة الصناعية، لو جمعتهم الاثنين يديني تكلفة المصنع. طيب القانون اللي بعد كده، تكلفة الإنتاج، تكلفة الإنتاج دي تساوي إيه؟ تكلفة المصنع زائد المصروفات العامة الإدارية. يعني بص هي مترتبة، كل قانون بيجي بناء على اللي قبله، تمام كده؟ طيب لو كمان قلنا التكلفة الكلية، التكلفة الكلية دي بتساوي ايه؟ تكلفة الانتاج اللي انا حسبتها زائد المصروفات البيعية، تكلفة الانتاج زائد المصروفات البيعية. طيب اخر حاجة اللي هي سعر البيع قبل ما اضيف الضريبة، دي بتبقى اخر
اللي هو سعر البيع من المصنع. سعر البيع بيساوي التكلفة الكلية اللي انت حسبتها زائد هامش الربح اللي انت محدده لنفسك. ودايما الربح في المؤسسات هتلاقيه محسوب ك10%، كنسبة 10% من التكلفة الكلية. تمام كده؟ طيب، يبقى سعر البيع بيساوي التكلفة الكلية زائد الربح. طيب اخر حاجة بقى اللي هو هبيعها للجمهور، يعني السعر اللي انا هبيع بيه للجمهور، قلنا ان احنا بنضيف عليه 10%، برافو، بنضيف عليه 10% اللي هي هتخليني اقدر ابيع للجمهور، اللي هي اسمها ضريبة المبيعات. تمام؟ وده الفرق بين سعر المصنع وسعر البيع للجمهور، وده اللي قلنا الاختلاف اللي بتلاقيه، فرق المبلغ اللي بتلاقيه بين سعر المصنع وسعر البيع للجمهور هو نسبة الضريبة 10%. تمام كده؟ طيب بعد كده تعالى بقى نشوف القوانين اللي ده كده كنا بنتكلم في التكاليف، القوانين اللي حددناها او طلعناها من المخطط اللي شفناه. عندي مجموعة قوانين لحل المؤيسات اللي موجودة عندي في الباب الخامس، والقوانين دي يا جماعة يعني هي بتحتاج حاجة واحدة، رتب قوانينك صح، والترتيب اللي احنا هنمشي بيه دلوقتي ما ينفعش يختلف. تمام؟ لانه كل قانون معتمد على اللي قبله، كل قانون معتمد على اللي قبله. تمام؟ طيب اول حاجة التكلفة الكلية للانتاج، انت هتنتج المنتج ده، هتعمل مؤيستك خلال الشهر، يبقى التكلفة الكلية للمنتج في الشهر او للانتاج الشهري. تمام؟ طيب بتساوي ايه؟ اجمالي العناصر اللي انت او مجموع العناصر التكاليف. تمام؟ كل اللي انت اشتريته او كل اللي انت صرفته، مصروفات بيعية، مصروفات ادارية، مصروفات اللي هي اجور عمال، خامات، تمن خامات اللي اشتريتها، كل الكلام اللي انت صرفته بيبقى اجمالي التكلفة الكلية للانتاج في الشهر. تمام؟ وده بيديهولك في المؤيسة، بيديلك مصروفات بيعية كذا، مصروفات ادارية كذا، تمن الخامات كذا، اجور عمال كذا، بيديهم لك يرصهم لك تحت بعض ويقول لك اعمل المؤيسة بتاعتك، احسب الربح والمطلوب اللي هو بيبقى في المؤيسة. فبالتالي انت بتاخد كل العناصر التكاليف دي وبتجمعها له، وبيبقى الناتج بتاعها هو تكاليف الانتاج الشهرية. بعد كده بتتكلم في سعر البيع الشهري. في المؤيسة بيبقى قايل لك ان سعر بيع المنتج او العنصر او المنتج اللي انت بتنتجه في المصنع بيبقى قايل لك سعر بيعه، وليكن 5 جنيه. الخمسة جنيه دي هي سعر بيع القطعة. تمام كده؟ سعر بيع القطعة. انت عاوز تحسب انت بتبيع كام، بتبيع او سعر البيع الشهري بتبيع بكام طول الشهر. تمام؟ انت بتنتج كام قطعة؟ 100، وليكن 100. المية دول خلال الشهر. تمام؟ انت عايز تحسب سعر البيع الشهري، فهتجيب سعر القطعة في عدد الوحدات المنتجة طوال الشهر، يبقى ده كده سعر البيع الشهري. وبالتالي اقدر اقول ان سعر البيع الشهري يساوي عدد الوحدات المنتجة في سعر بيع الوحدة الواحدة. تمام؟ طيب بعد كده عندي الربح الشهري، عايز اشوف انا الارباح بتاعتي كام، او احسب الربح بتاعي. الربح بتاعي يتحسب منين؟ حاجة بسيطة قوي، لو جبنا سعر البيع الشهري في التكلفة الكلية للانتاج هيقدر كده يقول لي انه ده سعر البيع او الربح بتاعي. تمام؟ طيب عندي بعد كده الربح للوحدة الواحدة. الربح للوحدة الواحدة ده بيبقى الربح الشهري، انا عايز اشوف انا هكسب قد ايه في القطعة. بنتج محولات 500 محول، فانا عاوز اشوف هكسب قد ايه في المحول الواحد. تمام؟ يبقى هاخد الربح الشهري كله اللي انا بكسبه في الشهر على عدد الوحدات اللي انا انتجتها خلال الشهر، يديني الربح في القطعة الواحدة. انا بنتج 500 محول. تمام؟ وببيع مثلا ب1000، يبقى الالف على الخمسمية يديني ايه؟ الربح للقطعة الواحدة او للوحدة الواحدة او المنتج اللي انت بتنتجه. بعد كده عندي، خد بالك انه القوانين دي بنفس الترتيب ده، ما ينفعش تختلف، لانه كل قانون معتمد على اللي قبله. نيجي بقى لحساب التكلفة الكلية للوحدة، ده بيساوي سعر بيع الوحدة ناقص ربح الوحدة الواحدة. ده اللي هو يقول لي انت هتبيعها بكام، او كنت بتبيع الوحدة بكام، ناقص ربح الوحدة يقول لك انت كنت بتبيعها او هي ينفع تتباع بكذا. تمام؟ يبقى ده كده التكلفة الكلية للوحدة الواحدة. طيب اخر حاجة اللي هي التكلفة الكلية او النهائية بقى بعد اضافة الضريبة.
الضريبة احنا اتفقنا بكام؟ برافو عليكم 10%، تمام؟ يبقى التكلفة الكلية للوحدة بعد إضافة الضريبة دي بتبقى التكلفة الكلية للوحدة الواحدة في مين؟ في إضافة اللي هو في الضريبة المضافة أو ضريبة المبيعات اللي هي 10%، تمام كده؟ طيب تعال نشوف برضو العلاقة بين التكاليف والربح. ده كله قوانين احنا بنستخدمها او بنجهزها بحيث ان انا لما ادخل احسب تكاليف واحسب ربح واحسب تكلفة نهائية لانتاج منتج معين اقدر من خلال مجموعة القوانين اللي انا عمال بجهزها دي اقدر اخش على اي مقايسة وانا مطمئن، تمام؟ طيب العلاقة بين عناصر التكاليف بقى. دلوقتي انا عندي التكلفة الاولية. التكلفة الأولية احنا قلناها من المخطط اللي كان موجود معانا، قلنا ايه؟ ان التكلفة الأولية هي مجموع او ثمن الخامات زائد اجور العمال، تمام كده؟ طيب بعد كده برضو التكلفة المصنع، خلي بالك هنا تكاليف بس، يعني القوانين ممكن تلاقيها متكررة بس انا هنا مجمع لك التكاليف بس او قوانين التكاليف اللي ليها علاقة بالربح. تكلفة المصنع بتساوي التكلفة الأولية زائد المصروفات العامة الصناعية. وخد بالك عندك في أسئلة أو تمارين الباب الخامس المقايسة الأخيرة، المقايسة الأخيرة في الباب الخامس هتتحل بالقوانين دي، هتستخدم فيها مجموعة القوانين اللي احنا شغالين فيها دي، يعني خد بالك من النقطة دي. طيب بعد كده عندي تكلفة الإنتاج. تكلفة الإنتاج بتساوي تكلفة المصنع زائد المصروفات العامة الإدارية. ايه تاني؟ عندي تكلفة او التكلفة الكلية بتساوي تكلفة الانتاج زائد المصروفات العامة البيعية. في كمان تكلفة او سعر البيع. سعر البيع اللي انت هتبيع بيه بقى تكلفة كلية زائد الربح اللي انت عايز تكسبه، تمام؟ يعني انت عايز تحدد سعر بيع المنتج ده اكيد هتضيف الربح بتاعك، صح؟ يبقى سعر البيع كله بيساوي التكلفة الكلية زائد مين؟ زائد الربح. اخر حاجة فيها اللي هو سعر البيع للجمهور. سعر البيع للجمهور ده احنا بنضيف عليه قلنا ايه؟ برافو، اللي هو ضريبة المبيعات اللي هي 10% من سعر البيع، تمام كده؟ طيب من هنا بقى نقدر ندخل على مقايسة، والمقايسة دي عايزين نركز فيها قبل ما تقرأ، قبل ما تدخل تحل لازم تقرأ المقايسة كويس، تعرف عدد الوحدات المنتجة، اجمالي المصروفات اللي اتصرفت، المصاريف الغير مباشرة، ركز قوي وهو بيقول لك المصاريف الغير مباشرة دي نسبة من مين وقيمتها كام، الأرباح نسبة كام من ايه، تمام؟ عشان دي لازم تبقى واخد بالك منها. طيب نبص على المقايسة بتاعتنا كده هنلاقيه بيقول لي ايه. مصنع لإنتاج المحولات الصغيرة يقوم بإنتاج 500 محول شهريا، وكان سعر بيع المحول الواحد 12.5 جنيه، تمام كده؟ لازم تاخد تقرا المقايسه كويس، ده نصيحه، اقرا المقايسه كويس، طلع بياناتك كويس وشوف المطلوب، وشوف المطلوب بتاعك هو طالب ايه بالظبط، لانه زي ما قلت لك المقايسه الاخيره في الباب الخامس دي بتختلف عن المقايسه دي اللي بتحتاج لها مجموعه القوانين الاخيره اللي هي علاقه التكاليف بالارباح او بالربح، تمام؟ نكمل. وسعر بيع المحول الواحد 12.5 جنيه، وتكلفة الانتاج الشهري لهذا المصنع كما يلي، تمام؟ تكلفة الانتاج لهذا المصنع كما يلي في الشهر، تمام كده؟ تعال بقى بص على مجموعة الحاجات اللي هو مديها لك، العناصر اللي مديها لك دي. قال لك ايه؟ الخامات المباشرة ب18750 جنيه، واجور عمال مباشرة ب9000 جنيه، يعني العمال هيدفع لهم 9000 جنيه، وهيشتري خامات ب18750. طيب المصروفات الصناعية حددها لك وقال لك ان هي ب800 جنيه مصروفات صناعية. المصروفات الادارية ذكر لنا ان هي 200 جنيه، ومصاريف بيعية 150 جنيه، والمطلوب احسب الربح الشهري رقم واحد، عاوز تحسب الربح الشهري. رقم اتنين عاوز التكلفة الكلية للوحدة بعد إضافة 10% ضريبة مبيعات، تمام؟ يبقى أنا كده عرفت مجموعة حاجات أقدر أخش بيها على المقايسة اللي هي إيه؟ أنا هنتج كام وحدة؟ 500 محول، تمام؟ سعر بيع المحول الواحد 12.5 جنيه. طب إجمالي التكاليف إداني بقى خامات مباشرة بمبلغ
اجور عمال، مصاريف صناعيه، مصاريف اداريه، مصاريف بيعيه، اداني دي اللي هي كنا بنقول عليها اجمالي العناصر. تمام؟ طيب تعال نخش ايه بقى، نشوف الحل بتاعنا. الحل بتاعنا هنا اول حاجه جمله التكاليف او اجمالي التكاليف. انا صرفت كام؟ تمام؟ قبل الربح وقبل الكلام ده كله انا عاوز اشوف انا صرفت كام على المنتج ده علشان يطلع يبدا يدخل المصنع. تمام؟ اللي هي ايه؟ جمله التكاليف احنا قلنا اجمالي العناصر، صح كده في القانون اللي احنا شفناه في الاول. طب اجمالي العناصر دي هو قال لي ايه؟ قال لي ان عندك اجور مباشره، عندك خامات مباشره، عندك مصاريف صناعيه، مصاريف اداريه، مصاريف بيعيه. تمام؟ طيب تعال نشوف نعوض عنها. كان قال لي انه المصاريف او اجور الخامات المباشره كانت ب 18750، واجور العمال كانت ب 9000، مصاريف صناعيه كانت 800 جنيه، مصاريف اداريه كانت 200، ومصاريف بيعيه كانت 150 جنيه. نجمع الكلام ده كله يديني جمله التكاليف 28,900. تمام؟ جملة التكاليف كده اللي انا دفعتها كام؟ 28,900 جنيه. تمام كده؟ طيب يبقى كده انا حسبت له جملة التكاليف. تعالى بعد كده نشوف سعر البيع الكلي. ارجع بقى للمقايسة وافتكر هو كان قال لك ايه؟ قال لك ان انت بتنتج 500 محاول، صح كده؟ وقال لك ان المحول الواحد كان بكام؟ برافو، ب 12.5. خليك فاكر دايما البيانات بتاعت المقايسة. تمام؟ يبقى سعر البيع الكلي للمحول بيساوي سعر بيع المحول الواحد في عدد المحولات المنتجه، او سعر بيع الوحده في عدد الوحدات المنتجه. تمام؟ طيب يبقى عوض عنها، لقينا ان سعر بيع المحول كان ب 12.5 في 5000 محول يساوي 62,500. تمام؟ لانه ده كده عدد المحولات المنتجه، 5000 في سعر المحول الواحد 12.5، يبقى لو ضربت الاثنين في بعض يطلع لك ب 62,500 جنيه. دي سعر البيع الكلي، انا هبيع بالمبلغ ده 62,500 هبيع بيه في الشهر. تمام؟ بناء على ايه؟ بناء على سعر المحول الواحد ومين وعدد المحولات المنتجه. تمام كده؟ طيب بعد كده عندي الربح الشهري. الربح الشهري هنا بيساوي ايه؟ انت عاوز تشوف هتكسب كام في الشهر، عايز تحسب الحسبه بتاعتك اللي بناء عليها تحسب الربح الشهري والربح للمحول الواحد او للقطعه الواحده. الربح الشهري هنا بيساوي ايه؟ الربح الشهري بيساوي سعر البيع، سعر البيع اللي انت هتبيع بيه خلال الشهر كله، ناقص بنطرح منه تكلفه الانتاج الكليه. تمام؟ بنطرح منه تكلفه الانتاج، وبناء عليه سعر البيع انت جبته بكام؟ ب 62,500. سعر البيع انت جبته ب 62,500. تمام؟ طيب وكمان تكلفه الانتاج انت حاسبها قبل كده اللي هي 28,900. 28,900 نطرح منها او نطرحها من ال 62,500، الاجمالي بتاعي الربح الشهري هيبقى 33,600 جنيه شهريا. ده كده الربح الشهري للمنشاه او للمصنع بتاعي نتيجه انتاج 5000 محول اللي كان سعره 12.5. تمام؟ طيب نشوف الشريحه اللي بعد كده نكمل المقايسه فيها. نيجي بعد كده نحسب الربح للمحول الواحد. الربح للمحول الواحد انت بتنتج كم محول في الشهر؟ 5000 محول. كنت الربح الشهري بتاعك كان كام؟ 33,600، صح كده؟ ده كان الربح الشهري، والعدد الوحدات المنتجه 5000. لو قلنا الربح الشهري على عدد الوحدات المنتجه يديني مين؟ يديني الربح للمحول الواحد اللي هكسب في المحول الواحد كام؟ 67 جنيه و2 من 10. تمام؟ او 20 قرش. يبقى كده الربح للمحول الواحد. خلاص؟ طيب بعد كده التكلفة الكلية للمحول الواحد. التكلفة الكلية للمحول الواحد بتساوي التكلفة الكلية اللي انا حسبتها في الاول. تمام؟ التكلفة الكلية اللي انا حسبتها على عدد الوحدات المنتجة. عدد الوحدات كان كام؟ لازم تبقى فاكر بياناتك. كان 5000 محول. ال 5000 ال 28 على 28900 على ال 5000 هيديني ال 57.8 من 10. تمام؟ طيب اسف، هي 500.
28900 على 500 تساوي 57.8 من عشر. طيب اخر حاجه بقى، انت كده حسبت التكلفه الكليه للمحول الواحد، طلعت المحول الواحد هيتكلف 57 جنيه و8 من عشر. التكلفه الكليه بعد اضافه الضريبه، هي الضريبه كانت كام؟ برافو عليك، كانت 10%. ال 10% دي اضربها في مين؟ في اللي انت بعته او التكلفه الكليه اللي انت كلفتها. التكلفه الكليه كانت عندي للمحول الواحد كانت 57.8 من عشرة، في ضريبه المبيعات بتتحسب 110 على 100 تديني 1.1 من عشرة. تمام. طيب دي اخر حاجه هنجيبها اللي هي التكلفه الكليه، حسبناها ايه؟ 63 جنيه و56 من 100. دي كده تكلفه المحول الواحد. يبقى انت لازم تبقى واخد بالك من مجموعه العناصر اللي بيديها لك، ولازم تبقى واخد بالك كمان من عناصر المقايسه، عدد الوحدات المنتجه، سعر بيع المنتج، دي اهم العناصر، واجمالي التكاليف اللي بيديها لك في المقايسه. كده احنا خلال حلقتنا عرفنا ايه هي التكاليف، ايه هي انواع التكاليف، تكاليف المتغيره وتكاليف تكاليف ثابته وتكاليف متغيره، وعرفنا ايه هي التكاليف الثابته والتكاليف المتغيره. في تكاليف بتتغير بتغير قيمه الانتاج، وتكاليف ما بتتغيرش، في تكاليف مرنه، تكاليف غير مرنه. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده، وصلنا لنهايه الباب الخامس، باب التكاليف. وان شاء الله في حلقتنا الجايه ان شاء الله نتقابل معاكم في الباب السادس، الباب الخاص بالمقايسات. الى لقاء اخر ان شاء الله، تمنياتي لكم بدوام التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.